السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي طلبة الدراسات العليا، وحسب طلب أحد الأخوة أن نسوي فيديو عن خطوات كتابة البحث العلمي. إن شاء الله راح نشرح بطريقة مبسطة أهم الخطوات لكتابة البحث العلمي. درس اليوم الأمور اللي راح نشرحها كالتالي: أول بداية، طريقة اختيار موضوع البحث. الخطوة الثانية، طريقة جمع المعلومات عن البحث أو العينات. عناصر البحث: المصادر الرسمية اللي نجمع منها المعلومات، وترتيب المصادر. أول شيء راح نتكلم عنه اللي هو اختيار موضوع البحث. أكيد إحنا بالكليات، يعني الجامعة تنطي 3 مواضيع أو موضوعين، ويجي الطالب، يعني كل طالب يختار، وتروحون مجموعة مواضيع. فشلون راح نختار إحنا موضوع البحث اللي يناسبنا؟ أهم خطوة باختيار موضوع البحث أن يكون موضوع البحث شامل. كل ما يكون موضوع البحث شامل راح نقدر نكتب بطريقة مريحة، وكل ما يكون موضوع البحث مو شامل راح نواجه صعوبة بكتابة البحث. راح نعطيكم أمثلة حتى نعرف شنو القصد انه يكون موضوع شامل. على سبيل المثال، انا جاني موضوع عن امراض الكبد، هنا انا راح احكي لي عن امراض الكبد بشكل عام، فهنا راح يكون عندي مجال كلش كبير حتى انا اكتب عن امراض الكبد، وما راح اتقيد، يعني راح يكون عندي مجال واسع للكتابة. لكن في حال اجاني موضوع عن تليف الكبد، يعني هنا انا حددني، فراح تكون موضوع الكتابة نواجه بيه صعوبة. مثال آخر، مثلا إجاني موضوع أكتب عن العراق أو موضوع أكتب عن البصرة، أكيد راح أختار الموضوع الكتابة عن العراق على اعتبار أنه موضوع شامل وراح ألقى مصادر عنه كلش هو. مو معناته أنه أنا ما راح ألقى موضوع عن تليف الكبد أو موضوع عن البصرة، لكن هو كمثال، جاي أعطي كمثال أنه من ألقى أكثر من بحث ومسموح لي أختار واحد من عدين، دائما أحاول أختار الشيء الأكثر شمولية. حتى من أكتب راح أكون، يعني راح أبدع بالكتابة، راح يكون عندي مجال واسع للبحث لمصادر هواية، راح أطلع على مصادر أكثر، راح أنمي معلوماتي أكثر مما راح أنه أختار موضوع راح يكون هذا الموضوع يعني مو شامل، فراح أواجه صعوبة جدا يعني في بعض المصادر راح تكون المعلومات قليلة عنه. فالفكرة واضحة أنه دائما نختار الشيء الأكثر شمولية. هسه خلصنا من اختيار موضوع البحث. شلون نختار عينات البحث؟ طبعا البحوث العلمية، البحوث الطبية اللي تحتاج اختيار عينات أهم خطوة، يعني بعض الأحيان الأساتذة ما ينبهون الطلاب عليها، وبيوم المناقشة راح يطيح بيها. دائما يكون اختيار عينات البحث للدراسات الطبية يجب أن يتساوى عدد الكنترول، يعني الأشخاص الأصحاء، مع عدد عينات المرضى. يعني على سبيل المثال، إذا أخذت 60 عينة للمرضى، فبالمقابل تأخذ 60 عينة للأصحاء. ما يصير تأخذ 60 عينة للمرضى وتأخذ 30 عينة للأصحاء. ممكن في بعض الأحيان ما تحصل عينات، لكن الأفضل أن يتساوى عدد الأصحاء مع عدد المرضى في اختيار عينات البحث. وكل جامعة لها قوانينها، لكن أنا جاي أحكي بشكل عام، يعني الأعم الأغلب، ما جاي أقتصر على جامعة معينة. هسه نجي إلى عناصر البحث. البحث العلمي من يتكون؟ يتكون من عدة عناصر، وهاي العناصر تحتوي على فقرات. فنجي إلى عناصر البحث. أول عنصر اللي هو المقدمة أو الفصل الأول. من يتكون الفصل الأول وشنو راح نكتب بالفصل الأول؟ بالإنترودكشن، بالمقدمة، أول بداية، نجي نمهد للبحث. يعني البحث إحنا من راح نكتبه يحتوي البحث على عدة فقرات. بحث لازم تمهيد البحث اللي بالإنترودكشن راح نكتبه راح تكون من صفحة إلى صفحتين أو صفحة ونص. شنو أنا كتبت بالبحث من فقرات أجي أسويها ملخص بالإنترودكشن،
ما اخلي بالانترودكشن النقاط القوية بالبحث مالتي، لا اخلي النقاط الرئيسية عن كل شيء كتبته من فقرات. على سبيل المثال، لنفترض انه شخص اجى اخذ تاريخ العراق، او اخذ من الناحية الطبية مثلا مرض السكري، فاكيد هو اجى فصل مرض السكري الى عدة فقرات. انا اخذ من كل فقرة شيء بسيط، يعني معلومات رئيسية. يعني اذا انا كل المعلومات اجي اخليهن بالانترودكشن، ايش راح يبقى للقارئ؟ يعني ما راح يبقى له شيء. فلازم انا اختار المواضيع الرئيسية واحكي عنها بالانترودكشن، من كل شيء شيء بسيط راح اخليه بالانترودكشن، هذا بالمقدمة. بعدين اجي خلصت الانترودكشن، يجي عند الليترشر ريفيو اللي هي ادبيات البحث. مثل ما قلنا، لنفترض انه اخذنا مرض السكري، فانا جاي اقسم مرض السكري الى عدة فقرات، مكوناته، طريقة الإصابة به، التايب الأول، التايب الثاني، وهكذا أسوي عدة فقرات. وأقعد كل فقرة أكتبها، مثلا كتبت الدايبتس تايب 1، هاي بالنسبة للبحوث الطبية. فأجي أنا التايب 1 أجي أقسمه عدة أقسام، الأسباب مالته إن كانت مناعية، إن كانت مرضية، إن كانت جينات إلى غيره. أجي أدور المصادر وأختار من المصادر وأجي أخلي بالفقرات وبعدين أرتبها. أما البحوث اللي هي مو بحوث علمية، البحوث الإنسانية، فنفس الشيء. أما تجي تقسم الفقرات مالتك وتكتب بشكل يعني واضح، مو مختصر مثل قلنا المقدمة الانترودكشن، لا تجي تفصل تفصيل كامل عن كل فقرة أنت كتبتها. بنهاية الفصل الأول، لازم تخلي فد شيء يسمونه الأيم أوف ذا ستدي. بالنسبة للدراسات الطبية، aim of study، لازم تخلي شنو الهدف من الدراسة مالتك بالفصل الأول. نهايته لازم ينتهي الفصل الأول بالهدف من الدراسة. هسه نجي للفصل الثاني. الفصل الثاني بالنسبة للدراسات الإنسانية، ما عندهم طرائق العمل، لكن الدراسات الطبية والعلمية أكيد بها طرائق عمل. فهنا تجي أنت أول ما تحكي إنه تقول العينات مالتك مين جمعتها، من أي مستشفى، من أي مكان، عدد العينات مالتك، تاريخ حصولك على العينات. تجي بعدين تفصل إنه طريقة فصلك للعينات، طريقة حفظك للعينات مالتك، شلون حفظتهن، وبأي السرنجات مثلا اللي استخدمتهن، كل شيء استخدمته بطريقة العمل الذكرى. بعدين تجي البراميتر اللي استخدمتهن بالعمل مالتك، يعني البحوث الطبية، هذا الحكي ما يشمل البحوث الإنسانية، البحوث الطبية، أي مرض أنت أخذته واستخدمت له برامتر معين، كل برامتر استخدمته، شنو نوع الجهاز اللي استخدمته فحص هذا البرامتر، البرامتر البروسيجر مالته، البرنسبل مالت العمل مالته، الشركة المصنعة، كل هاي الأمور تذكرها عن طريق جداول، وانه بتبدي تفصلها. كذلك تذكر القيم الطبيعية، تذكر القيم الطبيعية لكل باراميتر انت استخدمته. وطبعا هذا موجود بالكيت، من تشتري الكيت تلقى هاي المعلومات كلها موجودة بيه. بنهاية الفصل الثاني، ينتهي الفصل الثاني باسم البرنامج اللي انت استخدمته في عملية الإحصاء. طبعا هسه نجي لها بالفقره الثالثه، لكن انت البرنامج اللي استخدمته بالاحصاء، سواء اكسل سواء اس بي اس اس، فانت تذكر اسم البرنامج والاصدار مالت البرنامج بنهايه الفصل الثاني اللي هو الميثيولوجي. هسه نجي للفقره الثالثه، وهي تشمل الدراسات الانسانيه وتشمل الدراسات الطبيه. الدراسات الانسانيه هنا يلخص النتائج مالته اللي توصل لها من الدراسه مالته، شنو توصل الشغلات الجديدة اللي اكتشفها، شنو الشغلات اللي ما معلن عنها يكتبها بالنسبة للدراسات الإنسانية. أما الدراسات الطبية هنا تفرق، يعني البراميتر اللي استخدمهن كلهن على المرضى اللي أخذهم وعلى الناس الأصحاء، أو فقط المرضى، يقسمها إلى جداول. هاي الجداول بها القيم اللي تحصل عليها، وتكون مقسمة ببرنامج اس بي اس اس، القيم اللي حصل عليها، يذكر المين فاليو، يذكر الستاندرد ديفيجن، ويذكر البي فاليو اللي هي السيجنيفيكانسي، انه هو شنو النتائج مالته، هل هي ذات قيمة
ذات دلالة أو غير ذات دلالة، يعني significant or non-significant، يذكر جداول للنتائج مالته. بعدين يجي ينزل بعد ما نزل الجداول مالته، كل جدول يبدي يفصله، يشرحه، يشرح عنه، يلقي الدراسات المشابهة إليه، الدراسات المخالفة إليه، يذكرهن مع ذكر يعني يذكر المعلومة، كذلك يذكر صاحب المصدر. وأهم شيء الأمانة بنقل المعلومة، أهم شيء الأمانة بنقل المعلومة. وطبعا المصادر اللي راح نستخدمهن بالبحث مو كوبي بيست، يعني حتى بعدين بالاستدلال همات ما تتعب ولا تستخدم برامج. نحاول احنا بطريقة تقليل الاستدلال او الاقتباس، نقرا البحوث، نقرا المعلومة، نقرا الابستراكت مات البيبرات مات الكتب مات المصادر اللي نحصل عليهن، نقرا الابستراكت، نقرا الكونكلوجن، نحاول احنا يعني المعلومة ناخذها من هذا البيبر او هذا البحث او هذا المصدر او هاي المجلة، ناخذ من عندها المعلومة ونعيد صياغتها بطريقتنا. يعني احنا نفتهم شنو اللي حصل عليه هذا الباحث، لكن نجي نكتبها بطريقتنا باسلوبنا احنا، ماشي؟ يعني المعلومة ما تتغير، تبقى المعلومة نفسها لكن ننقلها بطريقتنا احنا، ماشي؟ خلصنا هسه النتائج، نجي للفقرة اللي بعدها الخلاصة. النتائج مالتنا شنو الشغلات اللي توصلنا إليها؟ نذكر اهم الشغلات اللي احنا حصلنا عليها، ما نذكر الشغلات اللي ما لها اي قيمة او دلالة، نذكر الشغلات اللي هي ذات دلالة معنوية وبيها فرق وفد نتيجة حلوة حصلنا عليها. لكن مو معناتها اذا احنا ما حصلنا على نتائج مختلفة انه البحث مالتنا ما يفيد، لا، كل قيمة نحصلها هي ذات فائدة، لكن احنا نحكي بالخلاصة يجب ان نذكر الشغلات المهمة اللي تحصلنا او توصلنا لها، نذكرها بالتفصيل. اخر شيء عندنا التوصيات. التوصيات انه هو لازم نكتب شنو الشغلات اللي واجهنا بها صعوبة وما نقدر احنا نسويها، ونتمنى الباحثين اللي بعدنا اجوا انه يسووها. مثلا احنا شغلات ردنا نسويها لكن ما قدرنا نسويها بسبب التكلفة المادية للكتات، بسبب ظروف معينة، بسبب انه احنا ردنا نسوي فد شغلة لكن ما قدرنا نحصل عينات بهاي الفترة. هاي الفترة ما قدرنا نحصل عينات، فالشيء اللي نطرحه انه نتمنى من الباحثين اللي بعدنا ويكملون ورانا، يا بقى نتمنى انه تسوون فلان شيء، الكت الفلاني، العينات الفلانية، هي هاي التوصيات اللي نقدر نقدمها للباحثين. اخر شيء عندنا المصادر. المصادر اللي احنا نريدها منين نحصلها؟ طبعا انا عندي بالقناة شارح طريقة اهم واشهر المصادر العلمية الرصينة، تقدر تحصل عليها وكلها مجانا. لكن راح اذكر فد شيء بسيط عن المصادر اللي هي خلينا نقول اشهر المصادر واكثر المصادر موثوقيه اللي راح نقدر نستفاد منها. بالنسبه للدراسات الانسانيه وكذلك الدراسات العلميه، بنك المعرفه المصري. بنك المعرفه المصري يعني من اشهر المواقع التي تحتوي على المعلومات الرصينه، سواء مجلات، مصادر، اي شيء يجي ببالك، كل اللي عليك تسجل بالموقع، طبعا تسجيل مجاني، وراح تحصل على معلومات جدا قيمة. الموقع الثاني وهو موقع غني عن التعريف الساي هاب، وكذلك أنا شارح عنه بالقناة بأشهر المواقع وشون نقدر نستخدمه وشون نقدر نحمل المصادر اللي نريدها المدفوعة طبعا مجانا. الموقع الثالث هو غني عن التعريف اللي كل الباحثين يلجؤون إليه، اللي هو الجوجل سكولر. وأكو كثير مواقع قلت تقدرون إنه تطبون على القناة مالتي، اكو فد قائمة يسمونها قائمة الدراسات العليا، بها كل شيء انا مخليه، يعني اذا طب عليها ما راح تتعب، راح تلقى كل المعلومات ان شاء الله. هسه نجي الى ترتيب المصادر. ترتيب المصادر هناك عدة طرق، طبعا اكو طلبة يفضلونها واكو طلبة يفضلون غير شيء. انا عن نفسي عندي افضل برنامج بندري ترتيب المصادر. السبب واحد هو انه انا المصادر مالتي من ابدي اجمعها راح اخزنها برنامج بندري، وبوقت اللي يمت ما اريدها هي متخزنه ببرنامج بندري حسب الايميل مالتي اللي راح اسجل بيه، ما راح افقد المصادر، حتى لو انمسحت الحاسبه راح تبقى المصادر مالتي بالبرنامج موجوده، يرتب لي البرامج حسب ما اريد، اي معلومه اريدها، اي معلومه اريدها مجرد اطب على برنامج بندري، اكتب فوق بشريط البحث مال برنامج بندري المعلومه اللي اريدها، راح يطلع لي شك وبحوث انا مخزنهم بيه، هاي الكلمه اللي كتبتها موجوده باي بحث من ذني البحوث او بيبر، راح يطلع ليها مباشره، ما راح يتعبني.
وراح ارتب لي المصادر حسب اللي انا اريده بالترتيب الابجدي باي شيء، اي بي اي، هارفارد، شيكاغو، اي شيء اي شيء. وانا هم عندي يعني فيديو شارح عنه، اللي تقدرون ترجعون عليه بالقناة. البرنامج الاخر هو الاند نوت، واكثر الطلبة يستخدمونه، ما شارح عنه انا وما مستخدمه، لكن برنامج منافس لبرنامج مندلي، ويعتبر كذلك من اشهر البرامج لترتيب المصادر، واغلب الطلبة كذلك يفضلونه ويعتبرونه اسهل من برنامج مندلي. اكو طلبة لا يعتمدون على برنامج اوفيس بترتيب المصادر، لكن بصريح العبارة البرامج اللي هو المندلي والاند نوت نسبة الخطأ مالتها جدا قليلة، ولكن الطالب عند الكتابة ممكن يتعرض للخطأ. اكو طلبة يرتبون المصادر مانيوال، صحيح هالشي ولكن راح يكون متعب جدا ونسبة الخطأ ممكن تكون عالية. بالختام أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، تعليق مشجع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.